كنا محضرين يعني لكل سيناريوهات دوك حنا هذا المقابله يعني مقابله الكاس كما سبق وعندنا هذه في عده مناسبات ان مقابلات الكاس عندها طابع خاص ونكهه خاصه ولهذا لازم لها تحضير خاص دوك يعني حنا الحظ احنا يعني مع فريق قوي وفريق كبير وعريق اللي هو شركة القبائل يعني نقوم بالتحضير لهذه المقابله التحضير اللازم احنا كفريق كبير ويعني عنده طموح كبير لازم يكون محضر لكل السيناريوهات احنا مادام قبلنا يعني الدخول في هذه الجبهات وكما اعلنا عنه انه دخلنا في الجبهات ثلاثه ومستعدين ما ندخلوا في جبهه رابعه اللي هي الكاس العربيه ولا البطوله العربيه وفرنا الامكانيات اللازمه لكي نلعبوا الادوار الاولى والذهاب بعيدا في كل المنافسات قرعه ديال اسفارت بدل يعني المباراه كلاسيكيه بين فريقين عريقين في البطوله الوطنيه يعني ان شاء الله يعني نشوفوا ان فيربلي والجمهور تاع شبيبه القبائل والجمهور تاع المولوديه يعني شفتهم من اعوام يعني يقولوا خاوه ان شاء الله تكون المباراه كبيره في المستطيل الاخضر الساعات القادمه راح يكون اجتماع يعني بين رئيس مجلس اداره والاعضاء مجلس اداره ثاني للتقرير يعني لانه ان شاء الله يعني الملعب لوالم الجمهور تاع شبيبه القبائل قرعه فاتت في يعني في ظروف شفافه نتاسفوا لغياب يعني ممثل تاع فريق الزاويه لكن احنا من هذا المنبر نقول لهم يعني القرعه كانت اوقعتنا مع الفريق تاع الزاويه هما مرحب بهم في العباس ونتمنى كذلك حظ اوفر لباقي الفرق مولوديه العاصمه وشبيبه القبائل كيف تشوف الماتش واش الماتش واش تحسب لا احنا في الحق احنا الفريق تاعنا راه منذ وصوله الى الربع النهائي اصبح يعني الكاس من بين الاهداف تاع الفريق لانقاذ الموسم احنا كنا محضرين ارواحنا لجميع السيناريوهات والاطوار انا نظن الفريق راح يكون المقابله راح تكون في المستوى وال يعني الافضل هو اللي راح يفوز نعم بالطبع يعني بعد ما كانش معنا الحظ يعني موسمين يعني متتاليين الحمد لله السنه يعني كان المكتوب معنا سنلعب يعني المباراه اول يعني مباراه نصف نهائي في ملعبنا يعني وامام الجمهور تاعنا ما نقولوش حظ لان الزاويه كذلك فريق محترم ما تنساش وصل يعني لهذه المرتبه يعني بعرق جبينه لديه يعني امكانيات ولديه يعني مجموعه قادره يعني لخلق المفاجاه